السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة المزارع الصغير. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن أعراض مرض التبقع البني في الفول. بتظهر أعراض الإصابة على الأوراق السفلية على هيئة بقع مستديرة أو غير منتظمة على سطح الورقة العلوي والسفلي، ولكنها تزداد على السطح العلوي وتظهر البقع بلون بني محمر على الأوراق والسوق بشكل خطوط ممتدة، وأحيانا تمتد الإصابة إلى القرن فيظهر عليها بقع بنية تمتد لداخل القرن خلال جدار الثمرة وتصل إلى قشرة البذور، وعند نزول الأمطار تشتد الإصابة وتتسع البقع وتسقط الأوراق وتصاب الأزهار والثمار حديثة العود فيتغير لونها إلى اللون الأسود وتموت، ويرجع اللون البني المميز للبقع إلى أن الفطر يقوم بتحويل مادة التيروسين الموجودة في النبات إلى مادة الميلامين ذات اللون البني. وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.